بعد أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي هيقوم بزيارة رسمية لروسيا، تحديدا خلال الفترة من 25 ل 27 أغسطس الجاري. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن زيارة الرئيس لروسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاية في إطار العلاقات المتميزة اللي بتجمع ما بين البلدين، وبتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر وروسيا والارتقاء بها لآفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. السفير علاء يوسف قال ان زيارة الرئيس لروسيا هتشهد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس وعدد من رؤساء كبرات الشركات الروسية. 70 عاما كانت شاهدة على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تزداد تطورا الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته للدولة التي دائما ما تنظر إلى مصر باعتبارها مركز صناعة القرار في الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن يقوم بزيارة لها في الفترة من 25 وحتى 27 من أغسطس الجاري، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر. علاقات أكدتها ودعمتها زيارات رسمية متبادلة من الجانبين المصري والروسي، بدأ الرئيس السيسي في أغسطس من العام الماضي بعد توليه الرئاسة، وبادلها معه بوتين بزيارته لمصر مرتين، بالإضافة لحضور الرئيس السيسي احتفالات العاصمة الروسية بالذكرى 70 لعيد النصر، خاصة وأن الشعب الروسي يقدر هذه المناسبة. وعندما احتفلت مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة شاركها الجانب الروسي بحضور رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. وتأكيدا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، أهدت الحكومة الروسية مصر أحد لانشات الصواريخ الهجومية من طراز مولينيا، وذلك في إطار بروتوكولات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات. وأتت هذه الخطوة استمرارا للمواقف الروسية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية وتطابق الرؤى بين القيادة السياسية لكلا البلدين نحو الحرب على الإرهاب. إسراء سعد، الحياة اليوم.